أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرهل كافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرهل مشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
الدين كله ولو كره المشركون على